العنصرية مرض قديم مازال ينخر في قلب المجتمعات في العالم، بالرغم من مئات الحملات المناهضة للعنصرية وغيرها من الأعمال الفنية لتنادي بالمساواة، إلا أنه مازال الميز العنصري ملموس في برشا مواقف في الحياة. كراش، واحد من أشهر الأفلام الأمريكية اللي حكاوا العنصرية، تم إنتاجه عام 2004. الفيلم هذا تحصل على 3 جوائز عام 2005، أبرزها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم. You lower your voice. And it was my fault because I knew it was going to happen. But if a white person sees two black men walking towards her and she turns and walks in the other direction, she's a racist, right? برشا أفلام عالمية حكيت العنصرية، سواء العنصرية في اللون ولا الدين ولا الجنس وغيرها. كما نشوفوا إنتاجات مسرحية واستعراضية وموسيقية تطرح نفس المشكل، وسوفاي تاون من الأعمال الكوميدية الموسيقية اللي طرحت بكل جرأة قضية العنصرية في جنوب أفريقيا. والشعر رسالة منذ التاريخ والتو توصل برشا أفكار الصور، وحتى التطرق إلى مسألة الميز العنصري كان حاضر بقوة في الشعر. ها أنا أمامكم بلوني بشعري بشعري بأطواري بأفكاري، أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا. العنصرية مناهضة للتعايش السلمي والأخوة بين الناس، وهي سبب أساسي في الحروب والتطاحن والاقتتال. هذاك علاش فنانين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني في العالم ناداوا ويناديوا في كل مرة بمناهضة العنصرية. Il faut arrêter de dire que les noirs sont mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la carte bleue et la visa. Il faut arrêter de dire que les arabes sont des voleurs. مازلنا نعيش الميز العنصري ومهاجمة الأقليات العرقية والجنسية والدينية والجهوية ومن كافة شرائح المجتمع التونسي، لكن في المقابل الانتاجات الفنية تحسس وتحسن من العلاقة بين كل الناس. الظاهرة هذه ما هيش متاعنا، لا هي من تقاليدنا، لا هي من تربيتنا، ولا هي من عاداتنا، ولا هي من نحومنا، ولا هي من عندي موقف يمكن يكون قاسي معاهم شوية، لكن هذيك حقيقة. أنا نايا بلتيزي لقصرينيا راح أسمع الغناية قالوا لي روح.